السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد سعيد من قناة تأسيس بدون تعقيد. إن شاء الله النهاردة فيديو جديد في كورس المحادثة. قبل ما أبدأ، ما شاء الله أنا مبسوط جدا 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 من الواجبات. الأولاد عملوا كويس جدا جدا. إحنا قلنا الفيديو اللي فات في جروب الواتس عشان الناس تتابع عليه، لكن ما شاء الله العدد كبيرة جدا جدا في الواتس مش واحد، فعملنا قناة على التليجرام، هسيب لكم اللينك بتاعها تحت، بتاخد عدد كبير ما شاء الله. ده بنعمل عليها الواجبات وبنبعت عليها التعليقات، لو في سؤال في اي حاجه بنبعته. في قناه منفصله خاصه بالفيديوهات، تدخل هتلاقي الفيديوهات كلها، مفيش اي ربط ولا دش، تضغط هتلاقي التعليقات الناحيه الثانيه والواجبات كلها الناحيه الثانيه. تمام. طيب احنا اخذنا الفيديو اللي فات المحادثه، وقلنا الاجانب بيعملوا ايه، بيدرسوا الافعال، بيدرسوا الناونز، بيدرسوا الجرامر، بيدرسوا كل حاجه عن طريق المحادثه. فاخدنا عشان بس تعرفوا ان احنا ماشيين بالترتيب، ادي الفيديو بتاع الحصه اللي فاتت او السيشن اللي فات خلصناه، والاولاد بعتوا الواجبات ما شاء الله كويس جدا جدا جدا. طيب النهارده جايب لي the days of the week، the days of the week. طبعا الاس هنا بنطقها ز، تمام، طبعا الناس عارفه ليه، وكلمة of بننطقها of برضه والناس عارفة ليه، اسمها the days of the week. أول واحد حد هنا هتشاركنا الفيديو ده إن شاء الله. introduce yourself. Hello, I'm Hannah. I'm 11 years old. I have two sisters and one brother. I like fish and chicken. I love swimming. I like swimming. I love English. Okay, nice to meet you, Hannah. هنا قالت I like English, I love English، ورعت قالت لا I like English. عادي ممكن نقول love عادي جدا جدا، احنا عارفين كلمة love بنستخدمها مع اقول بس I love my mother, I love my dad, I love my uncle، مشاعر. لكن لما اقول انا احب تفاح I like apples, I like bananas، طب ينفع اقول I love bananas؟ اه، لو انا بحب الموز لدرجة ان انا يعني ما بعديش يوم الا لما اكله، تمام، يبقى انا اقول هنا love. ينفع اقول انا بحب قطتي I love my cat؟ اه انا بعشقها، يقول I love my cat. يبقى ينفع اقول اي لاف انجلش؟ اه اي لاف انجلش، لان انجلش انا بحبه لدرجه ان انا ممكن اذاكره كل يوم. يبقى هنا ينفع استخدم لاف مع الحاجات الايه الماديه اللي احنا مش مشاعر يعني. طيب اول حاجه لازم نعرف النطق كويس لايام الاسبوع، ذا دايز اوف ذا ويك. طبعا عندنا في الغرب عشان الكورس ده دولي، فالاسبوع بادئ من يوم السبت، الاحد، ساندي، لان هم عندهم الحد الاجازه بتاعتهم، فبيبدا من يوم الايه؟ ساندي، مش زي عندنا السبت، تمام؟ هو المفروض اثنين كمان، مهم، ساندي ده سهل جدا، ماندي سهل جدا، التلات اسم توزداي، توز، مفيش حاجه اسمها تيوز، توزداي، اليو اي بتعمل لونج او، او اللونج يو، الصوت الثاني، احنا عارفين خدنا في كورس الفونكس ان اللونج يو بصوتين، او ويو، ده الصوت الثاني، تيوز، غلط؟ توزداي، توزداي. الاربع يعني وينسداي، بلاش وينس، وينس داي، وينس داي على طول، ادي هنا سايلنت ليدر، وينس داي، وينس داي. الخميس اسمه ثيرس داي، مش حاجه اسمها ثرس داي، ثرس ده مرض، تمام، اليو ار هنا بتعمل صوت الاير ساوند، يبقى ثير، بس ثير، ثرس داي، مش حاجه اسمها ثرس، ثيرس داي، ثرس داي، ثرس داي. الجمعه فرايداي سهله جدا، السبت اسمه ساتردي، ساتردي. ليه؟ لأن التي جاية بين تو فاولز أخدناها في كورس الفونكس، سادر، واليو ار بتعمل اير، سادر، عايز تقول ساتر صح، ساتردي، لكن أنا أشك ساتردي، النهارده الأمريكان أكسنت هو اللي الناس كلها بتشتغل بيه دلوقتي، ساتردي. هنقولهم تاني، ساندي، ريبيت أفتر مي هنا، ساندي، ساندي، ماندي، ماندي، توزداي، توزداي، وينزداي، وينزداي، ثيرزداي، ثيرزداي، فرايداي، فرايداي، ساتردي، ساتردي، يلا، ساندي، Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. These are the days of the week. هنا بقول لي sing، غني. انا جبت هنا معايا، انا صوتي وحش جدا جدا في الغنى، فهنا هتغني الاغنيه دي وانت هتغنيها في البيت كمان. خد بالك هي دي المحادثه، مش هتاخد كل سيشن هيبقى تتكلم تتكلم، لا لازم تستخدم افعال. والنهارده هناخد my favorite day is، وهنعرف. يلا يا هنا هتغني الاغنيه، ها عشان تغنوها ان شاء الله في الفيديو. ها What day is it today? What day is today? It's Sunday.
It's Sunday. Today is Sunday. Today is Sunday. There are 7 days in the week. What day is today? What day is today? It's Monday. It's Monday. Today is Monday. Today is Monday. There are 7 days in the week. Thank you, Hannah. طبعا زي ما انتم شايفين هنا بتقول today مش today. هنا الاو بنطقها صوت الشوا اللي هو الشورت اي اهي راحت فين؟ today اهي ما بنقولش today في الامريكان اكسنت بنقول today. 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 ما نقولش today. تمام؟ يبقى we have 7 days in the week. عندنا 7 أيام في الأسبوع. Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, we Saturday. تمام؟ طيب. مطلوب مني إيه؟ إن أنا هقول we are أو we have 7 days in the week. Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. ده الجزء الأول من الفيديو. طبعا هنا بيقول لي listen, point and say. Listen, استمع, point, شاور, and say, وقول. طبعا هنا بس شوية أفعال. هي دي اللغة. Read, يعني يقرأ. لونجي read. وبلاش تقول read. الـ R, read. Write. W silent letter, right. When the letter R comes after the letter W, we don't pronounce the letter A, W. لما حرف الـ R والW يجوا ورا بعض ونطقش الـ R خالص خدناها في كورس الفونكس في المستوى الأخير right. شوف الـ R عامل إزاي؟ right. ما تقولش right. 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 Spell يعني يتهجى T-R double E. Spell لو قلبت الـ I الـ E الـ I معناها spill. شوف الـ E والـ I بتعمل إيه؟ Spill. Spill. Spill معناها يتهجى. Spill معناها يسكب بدون قصد. بابا قال لي هات مشرب، هات كوبايه قهوه، فجبتها وانا ماشي رحت مخبوط في رجل الترابيزه فكبيت القهوه عليه. ده انا كده سكبت او كبيت القهوه من غير ما اقصد. اسمها spill بالاي، لكن spill معناها يتهجى، لكن يصب بقصده العصير كده اسمها بور. تمام؟ عارفينها طبعا. تاني هنا read. write. spill. طيب ننزل تحت شوية ونكمل باقي الفيربس. Come to the board. Come to the board. Come طبعا اليو هنا الاو هنا بنطقها شورت يو. Come to the board. يعني تعالى للسبورة. واضحة جدا جدا. Come to the board. دي I can follow instruction. Number two. Open your book. Open your book. Close your book. Close your book. سهلة جدا جدا. ما فيهاش أي حاجة. يلا هنقري. Come to the board. Open your book. Close your book. Read. Write. Spell. Amazing. How we feel. الجزء الثاني يبقى الجزء الأول أيام الأسبوع هتبعت أيام الأسبوع. طب هنعمل فيها إيه كمان؟ هنسأل What's your favorite day هنا؟ ده السؤال ده هيجي في المحادثة. تمام؟ لو إحنا شغالين زوم طبعًا هسأل الولد وهيجاوب عليا، بس لكن للأسف إحنا مش هنقدر العدد ده كله على زوم. تمام؟ فيعني بنحاول نقرب مسافه شويه. وهسال ابني اقول له في الفيديو كمان بعد ما يقول لي وي هاف 7 دايز ان ذا ويك ويقولهم اقول له واتس يور فيفرت داي؟ ماي فيفرت داي از فرايداي. انا مش عشان تظهر في ال... ها واتس يور فيفرت داي؟ ماي فيفرت داي از فرايداي. واي؟ بيكوز اي كان توك تو ماي فاميلي اند بلاي وذ ماي فريندز. تمام. هنا قالت لنا يومها المفضل الجمعه. ليه؟ لانها بتقعد مع عائلتها خلاص، مش عندها امتحان، مش عندها واجبات، وبتلعب مع اصدقائها. فانت هتقول لي انت كمان واتس يور فيفريت داي، ايه هو اليوم بتاعك؟ هنخلص الكورس ده هتلاقي واتس يور فيفريت داي، واتس يور فيفريت فود، واتس يور فيفريت كلر، واتس يور فيفريت بلاير، واتس يور فيفريت سبجكت، واتس يور فيفريت بيرسون. هتلاقي عندك كم كبير جدا جدا من المحادثه. يبقى هنا هات لنا واتس يور فيفريت داي. هنا اجين ماي فيفريت داي از فرايداي because I can talk to my family and play with my friends. Amazing. طيب listen point and say. What about you? My favorite day is Thursday. Why? Because it's the end of the week. أنا بحبه من أيام المدرسة يوم الخميس. بعرف أسأل براحتي. We all love. All of them, all of us like Thursday. طيب بعد كده بقول لي العنوان الثاني. How we feel. طبعا هناخد جزئين النهارده، مش هينفع ايام الاسبوع بس لان الكورس ده طويل جدا بعد ما نخلص في الاجازه.
How we feel. كيف نحن نشعر؟ أنا عايز أقول إن أنا تعبان، أنا زهقان، أنا ملان، عليا هنا مش هتقولي أنا ملان، أنا ملان، أنا فرحان، أنا حزين، أنا حران، أنا بردان، أنا جعان، أقول إيه؟ طبعًا كده هنستخدم verb to be من غير ما نحس. شوف بقى الجرامر بتدرس إزاي. هنستخدم verb to be من غير ما نحس. أنا عايز أقول أنا فرحان، أنا زعلان، أنا حران، هقول إيه؟ الأول سعيد، happy، هنحاول نخلص العربي شوية، happy طبعًا الصورة واضحة نفسها، sad، hot، in American accent، hot، in British accent، hot، 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 cold، cold، hungry، hungry، thirsty، باش بقى thirsty، 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 هنا؟ What's your role؟ Happy، sad، hot، cold، hungry، thirsty. Amazing. Oh my God. What happened? What happened? Okay. Listen and find. هنا جايب لي صورة وفيها أولاد، حد عطشان مية معاه، حد جعان، وحد بيلعب، وحد وحد وحد. هنشوف هو محتاج مني إيه. بيقول لي listen and، بيقول لي listen and say then practice. قول، عايز أقول للناس أنا 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 فرحان، أنا تعبان، I'm happy، I'm not sad. يبقى أنا كده استخدمت verb to be في إيه؟ استخدمت verb to be، thank you سجادة، استخدمت verb to be من غير ما أحس. طبعا عايز اقول انا فرحان زعلان، هستخدم فيرب تو بي. ما ينفعش اقول اي از، مش حاجه اسمها اي از، ولا ينفع اقول اي هابي. عندنا في العربي ينفع اقول انا فرحان، انا زعلان، انا مبسوط، لكن في الانجليش لازم اقول كده انا اكون محمد، انا اكون فرحان. ما ينفعش اقول اي هابي، لازم فيرب تو بي. والان بتيجي مع مين؟ بتيجي مع الان، بتيجي مع اي، ما اي وانا مغمض، يبقى ام هابي ليها اكثر نطق. اي ام هابي، اي ام هابي، ام هابي، ام ده اختصار بتاعها، ام هابي، ام هابي. طيب انا مش عايز انفي، هحط بس ورا كلمه ام نوت، ام نوت، ام نوت ساد، انا فرحان، انا مش زعلان. بيقول لي هنا خد بالك كلمه ام بتساوي اي ام ابوستروفي، هنا ام هابي، ام نوت ساد. انت هتعمل ايه؟ هتيجي في الفيديو تقول اي ام هابي، اي ام نوت ساد، وتعمل البادي لانجوج او الاي كونتاكت بتاعك عشان تحسس اللي قدامك ان هو عارف. يبقى هنعبر عن مشاعرنا بايه؟ يبقى مطلوب منك تحفظ الافعال، الصفات دي الاول اهي، ايه هما؟ تعرف لي هابي، ساد، هوت، كولد، هانجري، ثيرست، لان احنا بنحفظ الكلمات يا جماعه عشان نعرف نتكلم بيها، عشان نسمع في الحصه. خلاص خلاص، ام هابي، ام نوت ساد، انا فرحان، انا مش زعلان. طيب طب انا دلوقتي عرفت ان اتكلم، هنا عايز اقول انا فرحان، ها؟ ام هابي، انا زعلان، I'm sad. أنا عطشان. I'm thirsty. أنا جوعان. I'm hungry. أنا مريض. I'm sick. طيب عايز أقول، أسأل بقى حد قدامي، عايز أقول أنت فرحان؟ أنت زعلان؟ أنت بردان؟ هنعمل إيه بقى؟ هنطلع بس الفيرب تو بي بره. أوعى إياك تذاكر الجرامر بالطريقة دي. بمعنى هنجيب بس الإيه الإيه الإيه؟ هنعمل النيو شير سكرين، النيو شير، ونجيب القلم. بصوا معايا، ركزوا معايا عشان النقطه دي مهمه جدا جدا جدا. بص كده معايا، انا بقول لك ايه؟ يو ار هابي، يعني ايه؟ انت سعيد، انت تكون سعيد. مش حاجه اسمها انت سعيد على طول، احنا عارفين ان الفيرب تو بي ام بتيجي مع الاي، والهي والشي والات بياخدوا از، والوي والذي واليو بياخدوا يو، ده ضمير جمع بياخد ار، يو ار هابي. طب انا عايز اسالك يا هنا واقول لك هل انتي سعيده؟ اقول ايه؟ ار يو هابي. بس قول لي ابني كده، هطلع الفيرب تو بي بره. احنا بنشرح الجرامر كده، احنا اتعلمناه كده في الكورس الدوري، بنطلع الفيرب تو بي بره. ار يو، ها بس، ار يو هابي؟ انا عملت ايه؟ كل اللي عملته خرجت الصفه بره، خرجت الايه؟ الفيرب تو بي بره. ولازم في الاخر وي يوز كويشن مارك وين وي رايت ذا ايه؟ كويشن. بس انا عملت ايه كده؟ كل اللي عملته طلعت الفيرب تو بره. مفيش بقى اسمها حط السبجكت وبعدين الفعل فيرب تو بي، ده اللي عقد الاولاد في الجرامر. ادي جزء بسيط جدا جدا جدا، جزء بسيط جدا جدا. You are happy. Are you happy? طيب لو انا عايز اقول clear all، دي واحده
تمام. لو انا عايز اقول هي، احنا عارفين هي وشي وات بياخدوا از. هي هي از، مش عارف اكتب معذرة، هي is sad. هو يكون ايه هنا؟ حزين. حزين. ليه حطينا is؟ لان الفيرب، لان هنا السبجكت مين؟ مفرد. احنا قلنا الهي والشي بتاخد is كلنا عارفين، وات وحط الفول ستوب في الاخر. تمام. طيب عايز اقول هل هو حزين، هعمل ايه؟ هطلع بس الموضوع مش محتاج كلكعه، يبقى is طلعها بره. هي sad واحط الايه؟ الكويشن مارك في الاخر، بس هل هو حزين؟ هجاوب ازاي بقى؟ لو انا عايز اقول اه هو حزين يبقى يس. ما تنساش تحط بعد يس ايه؟ كوما. ها وبعدين هرجع الجمله لاصلها، الجمله كانت عامله ازاي؟ هي از، رجعها زي ما كانت. هنا از هي، لا رجعها زي ما كانت، يس هي از. تمام؟ يس هي از. عايز اقول لا، هقول نو وكما هي از. طيب كده يا مستر الجمله كامله. بص كده، لا هو يكون. ينفع اقول لك هات 10 جنيه سلف تقول لا معايا ولا لا ما معيش؟ لا ما معيش. يبقى نو هي از، حطيت نو هنا يبقى حط نوت في الاخر، نو هي ازنت، يبقى لا هو مش سعيد. طب هناك Are you happy? Yes, you are. Yes, I am. أو no، ها؟ No, I am not. بس أدري جرامر يا جماعة بيتدرس بالطريقة دي في الأجانب، مش زي ما إحنا بنتعلمه في مدارسنا اللي عقد الأولاد في إيه؟ يبقى النهاردة خدنا فيرب تو بي، إزاي أسأل، إزاي أتكلم بيه؟ أقول أنا محمد، I am محمد. هي هنا، she is هنا. هي جنى، she is جنى. هو بابايا، he is my father. هي مامتي، she is my mother. عايز اسال واقول ده سعيد، ده فرحان، هقول ايه؟ are you happy؟ is she happy؟ am I happy؟ هل انا سعيد؟ واجاوب عليها بيس or no. تمام؟ يلا يا هنا هسالك، are you happy؟ yes I am. Are you sad? No, I am not. Are you thirsty? No, I am not. Are you hungry? No, I am not. Are you cold? No, I am not. هسألك على جنب بقى. Is she cold? No, she not. No, she isn't. Is she thirsty? No, she isn't. Is she happy? Yes, she is. Yes, she is. خلاص يا جماعة، يبقى ده الجزء الثاني من المحادثة. زي ما انتم شايفين هم بيدرسوا المحادثة كده والجرامر وجوه المحادثة. يبقى النهاردة خدنا كلمات اللي هي spell و where اللي كانت في الأول. تمام. طيب Hi. Are you thirsty? Yes, I am. أيوة أنا عطشان طبعا. تمام، ده كده الجزء الأول. طيب في كمان كلمات معانا، كلمة sick يعني مريض، tired متعب، bored يعني ملان، excited متحمس. يبقى هنا اربع كلمات وهناك في اربع كلمات، 8 و12 صفه واربع صفات، يبقى 12 كلمه. تمام. يبقى طب عشان احفظ الكلمات دي هتعمل ايه؟ عشان احفظ الكلمات هتعمل لي جمل. تمام. جوه الفيديو هتقول ايه؟ I am sick, I am tired, I am bored, I am excited. او I am not sick, I am not tired, I am not bored, I am not excited. كمان هتستخدم هي وشي وات. He is sick. She is tired. He is bored. She is excited. يبقى انا كده طبقت الكلمات. هو ده الاجانب بيتعلموا كده. خدنا النهارده صفات وخدنا الفيرب تو بي وخدنا كلمات، ادخلهم كلهم جوه بعض علشان اقدر اعمل ايه؟ عشان اقدر استوعب الحاجات دي ما انساهاش. He is sick هو مريض طبعا معروفه. She is sick هي مريضه. بيقول لي his بتساوي he is. His sick. She's sick هو مريض وهي ايه؟ مريضة. أهم أنت حاجة تختار لي حاجات من دي وتعمل لي فيديو إن شاء الله بإذن الله تعالى. إحنا قلناها أهو، is he sick? Is she sick? Yes, he is. No, she isn't. ده اللي شرحناه
دلوقتي حالا على السبوره. تمام، هنا بيقول لي chant sick tired bored excited she isn't. غني هاني يلا. She isn't sick. He is sick. She isn't sick. He is sick. She isn't sick. He is sick. She is tired. She isn't sick. He is sick. طبعا اللي محتاج الكورس ده ياخده لوحده مثلا، اولاده ياخدوه. طبعا ده متاح عن طريق زوم. تمام، بس احنا مش هقدر اعمل الكورس مجاني زوم، لان عشان الالف واحد اللي في القناه يدخلوا ويكلموا فده صعب جدا جدا. فالكورس ده موجود زوم في الاجازه الصيفيه لو محتاج. طبعا الولد يكون معايا ويقرا ويجاوب واساله زي هنا كده. ده متاح باذن الله تعالى. Is she tired? Yes she is. تمام، هل هي تعبانه؟ الحصه الجايه ان شاء الله هناخد. Are you okay? هناخد درس جديد ان شاء الله listen 3. احنا ماشيين مع الكتاب اهو listen 3 ستوري بتكلم Are you okay? هل انت بخير؟ تمام، ما ننساش بقى الفيديو ونبعت الواجبات زي ما احنا قلنا فين يا جماعه؟ على القناه على التليجرام. طب اعمل ايه؟ دوس، انا هبعت الفيديو، تحت الفيديو مكتوب تعليق، اضغط على كلمه تعليق وهتلاقي نفسك الصوره موجوده. اسحب الصوره او الفيديو بتاعك وحطه على القناه، هيوصلني ان شاء الله. ونلتزم بالمواعيد، الخميس والجمعه مفيش واجبات، السبت والاحد في واجبات، اخر الواجبات الاحد، عشان يوم الاثنين ان شاء الله هيكون الفيديو الجديد اللي هو Are you okay؟ تمام، ثانك يو هانا، نايس تو ميت يو. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله على خير باذن الله تعالى. ما تنسوش يا جماعه تدعوا اصدقائكم للقناه عشان الكل يستفاد باذن الله تعالى. تمام، يبقى معانا ايام الاسبوع النهارده، ومعانا الفيرب تو بي، ومعانا استخدام الصفات وازاي اعبر عن نفسي. طبعا دي كلها حاجات احنا حافظينها قبل كده، اعتبر بالراجع. تمام، ما تنساش تسال عن كورس الفونكس في الصيف ان شاء الله، وكورس المحادثه البرايفت او الزوم ان شاء الله. اشوفكم على خير باذن الله تعالى. استودعكم الله والسلام عليكم. لا، لينك قناه التليجرام هسيبها تحت في وصف الفيديو. السلام عليكم.